بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورق الغار أو الرند أو ورق اللورا أو ورق سيدنا موسى يعتبر من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها غذائيا صحيا وصناعيا وحتى من الناحية الجمالية. يعتبر ورق الغار أو اللورا أو الرند أو سيدنا موسى وسيلة طبيعية لتنظيف الجسم وتقشيره وحتى يتمكن من إبراز جمال البشرة وحتى نعومتها. يدخل ورق الغار في استعمالات عدة تصب في خانة المحافظة على شباب البشرة، يقشر خلايا الجلد الميتة، ينعمها، يعطي نضارة للبشرة تلاحظينها من أول استعمال، كما له وصفات للشعر. الوصفات موجودة بالقناة لأنه يعمل على تغذية جذور الشعر فيحد من نسبة تساقطه ويمنحه حيوية ولمعانا. كذلك نستفيد من ورق الغار لتحويله إلى صابون وزيت سحري مفيد جدا، يدخل في صناعة الصابون الخاص بالجسم والشعر، أي هو صابون الغار، ممتاز جدا هذا النوع من الصابون. وبالنسبة كذلك للجسم، يسعى الغار إلى تخليص الجسم من البكتيريا المسببة للرائحة، كذلك يساعدك في علاج بعض الأمراض الجلدية، كذلك يدخل في الكثير من العلاجات الطبية كتجديد أنسجة الجسم وإزالة السموم، يقوي مناعة جسم الأطفال إذا أخذناه كمشروب، كذلك هو مفيد للإسهال ويساعد في التخلص من عسر الهضم. هذه بعض الفوائد للغار. أولا نبدأ بعمل قناع الغار، هو قناع رائع يزيل البقع، يشد البشرة ويصفيها بطريقة مدهشة تلاحظينها من أول استخدام. نأخذ هنا أوراق الغار، نقوم بطحنها بودرة ناعمة، ونأخذ معها هنا بودرة الحمص. بديل بودرة الحمص نستخدم الحليب، حليب البودرة، أو نستخدم ترمس مر، أو نستخدم زبادي، أو نستخدم بياض البيض. نأخذ 2 ملاعق شاي صغيرة من بودرة ورق الغار، ونضيف عليها 2 ملاعق شاي صغيرة من قلت الحمص المطحون، والمزج يكون عن طريق مغلى ورق الغار. نأخذ حوالي 10 أوراق من الغار ونغليها أو نقوم بغليها في حوالي كوب من الماء على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ونستخدمها لمزج هذه المكونات. البديل يمكن استعمال ماء الورد إذا كانت البشرة غير حساسة لماء الورد، أو الحليب السائل. قلت يمكن استعمال الزبادي الطبيعي اليوغرت. نستخدم هنا 3 ملاعق شاي من مغلى ماء، قلت من مغلى ورق الغار. نخلط المكونات جيدا ونترك الخليط إلى أن يرتاح، يتشرب الماء ويصبح لدينا قناع جاهز للاستخدام. قبل استخدام هذا القناع نقوم بعمل حمام بخار، فتح مسامات البشرة عن طريق مغلى أوراق الغار. الكل يعرف طريقة عمل حمام البخار، والطريقة الصحيحة موجودة بقناة، يمكن الرجوع إلى هذا الفيديو والاستفادة من هذه الطريقة وتطبيقها مباشرة. بعدها نقوم بتوزيع هذا القناع بعدما يرتاح من 10 دقائق إلى ربع ساعة، نوزعه على كامل بشرة الوجه، دائما بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه، حول العينين كذلك، ممتاز لإزالة التجاعيد حول العيون والجبين، وإزالة الهالات والانتفاخات حول العيون كذلك وعلى الجفون. نستخدمه يمد ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها نقوم بغسله بماء ورق الغار يكون فاتر، ثم ماء بارد لغلق المسامات، ونقوم بتمرير مكعب ماء الورد إذا كانت المسامات جدا مفتوحة، وبعدها نستخدم هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع. بسيط ومفعوله ممتاز لبشرة بيضاء ناعمة
ومشدودة كبشرة الأطفال، قلت أنه يزيل البقع والتصبغات، النمش، الكلف، ويشد البشرة من أول استخدام. هو آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات وكذلك البنات من عمر 15 سنة فما فوق، يزيد اسمرار أشعة الشمس وإذا كان نمش هناك على البشرة، وكذلك قلت الحوامل يمكن استخدامه وبكل أمان. صلاحيته تدوم في الثلاجة، يحفظ في علبة معقمة، يجب تعقيم العلبة أولا بالكحول الطبي إن توفر أو ماء مغلي عليه صودا الخبز، ونقوم بتعقيم العلبة حتى لا تتعفن معنا الوصفة، صالحة لمدة أسبوع كامل. بعد عمل هذا الكريم أو هذه الوصفة أو القناع، نقوم بعمل صابون أو غسول الغار. لعمل صابون الغار أو غسول الغار، بالنسبة لصابون الغار، ضاعفي فقط كمية الصابون للحصول عليه على شكل قوالب صلبة. لعمل الغسول، تابعي معي الطريقة لعمل غسول الغار. يمكنك استخدامه كغسول بديل الغسول التجاري، ممتاز، أو يمكنك استخدامه فقط الغسول دون القناع إذا كانت بشرتك لا تعاني من أي مشاكل. نأخذ هنا صابون جليسرين، يمكنك استخدام أي نوع صابون يناسب بشرتك، ونقوم ببشر الصابون في المبشرة الناعمة. نأخذ حوالي ملعقة طعام كبيرة من الصابون، قلت هنا استخدم صابون الجليسرين، يناسب كثيرا صاحبات البشرة الجافة جدا، وبالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون لهذا الغسول حتى يناسب نوع البشرة. صاحبات البشرة الحساسة يمكن استخدام هذا الغسول بكل أمان. قلت هنا نحتاج لملعقة طعام كبيرة من الصابون. ونضيف عليها 5 ملاعق طعام كبيرة من مغلى ورق الغار حتى الحصول على غسول الغار، صابون الغار، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض إلى أن يذوب الصابون نهائيا، ونتحصل على غسول الغار. هو يناسب جميع أنواع البشرة، فقط الدهنية قلت نضيف ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون لهذا الغسول، خاصة إذا كانت البشرة بها حب الشباب وآثار حب الشباب، ممتاز هذا الغسول، ونستخدمه بشكل يومي، ويحفظ في الثلاجة، صالح الاستخدام لمدة 10 أيام. إذا قمنا بإضافة كبسولة من كبسولات الأوميغا 3 أو كبسولة من كبسولات الفيتامين E أي الفيتامين E لهذا الغسول، صلاحيته تدوم لمدة 2 أسبوع كاملين. آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات والرجال وحتى البنات من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكن استخدام هذا الغسول لهم وبكل أمان. لا تقتصر الفوائد الجمالية لورق الغار على هذه الوصفات فقط، بل كما سبق وذكرت تتعداه نحو الزيت العطري المستخرج من أوراق الغار، إذ يتغلغل إلى أعماق البشرة فيحمي لك بشرتك ويبعد عنها التجاعيد وهالة الشيخوخة. كذلك يمكننا عمل هذا الزيت العطري في البيت. بالنسبة لعمل هذا الزيت، نحتاج إلى أوراق الغار ونحتاج لزيت لوز حلو. بالنسبة للزيت هنا يمكن استخدام زيت ذرة أو زيت الطبخ. بالنسبة لزيت الزيتون هنا تطغى رائحة الزيتون على رائحة الغار فتزيل لنا رائحة الغار، لذا نفضل استخدام أي نوع زيت آخر بدل زيت الزيتون
لأنك تقومين بترطيب البشرة به، فيفضل أن يكون زيت آخر غير زيت الزيتون. نأخذ هنا أوراق الغار، نحتاج لحوالي 10 أوراق من الغار. نقوم بتكسير أوراق الغار بهذا الشكل، حوالي قلت 10 أوراق من الغار. هنا يفضل تجفيف الغار في البيت، يفضل طبعا. ثم نضيف عليها نصف الكوب من الزيت ويكون دافئ. نقوم بتدفئة الزيت أولا على حمام مائي. طريقة الحمام المائي هو أن يكون ماء مغلي على النار ونضع عليه الإناء لنقوم بتدفئته. نخلط المكونات جيدا مع بعض، ونضع هذا الزيت في برطمان غامق اللون، أو نقوم بتغليفه بورق الألمنيوم أي قنينة، ونضعه في مكان جاف. نقوم برج القنينة أو البرطمان يوميا أو مرتين في اليوم. بعد أسبوع يمكننا تصفية هذا الزيت واستخدامه. يستخدم لترطيب بشرة الوجه، يستخدم كذلك كحمام زيت للشعر. يمكننا وضع بضع قطرات من زيت الغار على الوجه، ونقوم بتدليكه من أسفل إلى أعلى لتنعيم للحصول على بشرة ناعمة خالية من التجاعيد. صلاحيته تدوم لمدة 3 أشهر. يستخدم للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات فما فوق، آمن وليست له أي أعراض جانبية. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.